إن شاء الله. إيه نعم، هذا آخر جزء من السوليوبوليتي، وراها دكتورة أميرة إن شاء الله تكمل لكم، يعني جزء ما حتكمل كل الكولويد إذا تسمعون عيني. تمام، صوتي واضح يعني إن شاء الله واضح. نعم تمام، شكرا جزيلا. زين هسه ايش قد عندنا؟ ظلموا 67. ماشي، يلا نبدي المحاضرة مالتنا. يعني طبعا يعني أنا ما أحب المحاضرة الإلكترونية، ولا أكيد أنتم تحبوها، أن أنا أحب المحاضرة اللي تكون يعني حضورية، بس مضطرين بصراحة لأنه الوقت وإحنا وزاري يعني، والمادة توسعت هواية عن قبل، قلت الشابترات بس المادة نفسها صار بها توسع، لأنه ما نعرف الأسئلة شنو اللي راح تجي، وهذا التوسع طبعا من يعني اللجنة الرئيسية المركزية. إحنا وحدنا محاضراتنا كلها حسب محاضرات صيدلة بغداد، وهاي كانت هي خلاصة المحاضرات. فإن شاء الله دكتورة أميرة تبدي لكم بالكولويد، ايش قد ما يدخل من عندها حيدخل إن شاء الله بالمد، لأن أنتوا المد 9/4 يعني، أنتوا ويا بداية رمضان خلينا نقول من يعني حتى انقطعون، حيكون الأسبوع القادم يمكن آخر يوم إذا ما أنا غلطانة، بس أكدوا لي عيني الأسبوع القادم، كتبوا لي بالمسجات. الأسبوع القادم هو نهايته، هو آخر يوم لكم بالحضور، مو هذا الأسبوع، أسبوع اللي ورا إذا كان اليوم 9/4. أحد يكتب لي ماما بالشات خلي أشوف. أي الموعد 9/4 يعني يوم 31، يعني نهاية الأسبوع القادم حيكون يعني آخر شيء بالمحاضرات. يعني إحنا الأربعاء آخر شيء يوم 30 حكون آني بيها، ودكتورة أميرة حتاخذكم أحد واثنين، وهاي الأربعاء هي هم حتاخذكم إن شاء الله. تمام، فإن شاء الله يعني الأسئلة مال نهاية الشابتر همينة أكيد هاليومين إن شاء الله لازم يعني أرسلكم إياها، والأسئلة الموجودة بداخل يعني شو اسمه الشابتر مالتنا هذا يعني هي وافية، والإكزامبلز والشغلات الإضافية اللي حتدخل يعني أكيد يعني راح أنطيكم إياها، ما خلي أي شيء يفوتكم إن شاء الله بالامتحان الوزاري. تمام، بس هذا امتحاننا يعني أكو إسي ترى موجودة إسي. إي نعم تكفي مريم حبيبتي، تكفي الملازم زين عيني. فلا يعني لا تدخلوا نفسكم تشتتون، يعني هي المحاضرات يعني sufficient، يعني ضبطوا لي على المحاضرات وتوكلوا بالله، وانطيكم اني الاسئله مال نهايه الشابتر اني ودكتوره اميره. زين يعني انا هسه حبدي محاضرتي. واضحه البرزنتيشن عندكم؟ واضحة. زين البرزنتيشن طالعة، هسه أني يعني راح أبدي أبلش أشرح، إذا أي شيء توقفت، انقطع الإنترنت، أني ما حشوف بعد بالشات، أنتظر أحد يراسلني على التليجرام، تسمعوني أي ممثلين المرحلة إذا موجودين هنا، تراسلوني على التليجرام أو على الواتساب حتى رأسا أنتبه وأعدل المحاضرة. ماشي يعني، لأنه أنا بعد ما راح أشوف الشات. زين هسه حنبدا بسم الله. اخر محاضره تتذكرون احنا حكينا بالريال سوليوشن، يعني كان اخر سلايد اذا تتذكرون هذا، شفنا السولوبولتي مالت البوليمورف ات ديفرنت ميلتينج بوينت ايش قد كانت. زين عيني، هسه هالمحاضره لا ما راح نحكي بالايديال سوليوشن، راح نحكي بالنون ايديال سوليوشن اللي هي الريال سوليوشن. هنا بدنا ايديال سوليوشن، ايش راح يصير هناك؟ الالكتروستاتيك فورس اعتبرناها صفر لانه ما موجوده، لانه النت فورس تساوي صفر، بس هنا
بال non ideal solution الالكتروس. ها خلي اسوي ريكورد حتى المحاضرة تاخذوها. The recording has started. زين. فبالمحاضرة السابقة قلنا بالايديال سوليوشن النت فورسز تساوينا صفر. فكانت الاكويجن مالتي اذا تذكروها وكانت ناقصة الار كلها عدلتها عيني. الار موجودة هسه بكل الاكويجنز. فكانت الاكويجن مالتي ما بيها اي تأثير مال سولفنت. هنا نجي على الايديال نون ايديال سوليوشن الالكتروستاتيك فورسز راح تأثر and should be considered. Then, the activity of the solute is expressed as the concentration multiplied by the activity coefficient. هسه شنو وش عندنا احنا؟ اكو فد شيء راح ياثر بال الريال سوليوشن اللي هي يسموه الاكتيفيتي كوفيشنت. هذا الرمز مالته مثل السيجما بالاكويجن. فاحنا هنا راح ناخذ الاكتيفيتي مالت السوليوشن. فالاكتيفيتي مالت السوليوشن اذا كانت هاي اللمدا او سيجما 2 بالمول فراكشن سكيل نسميها راشنال اكتيفيتي كوفيشنت. يعني هنا طبعا ناخذ اللوج مالتها لوج الاي 2 يساوي لي لوج اكس 2 زائد لوج الراشنال اكتيفيتي كوفيشنت او الاكتيفيتي كوفيشنت. نجي من نطبقها بمعادلتنا اللي احنا اخذناها بال يعني بالايديال سوليوشن. اذا كان عندي ايديال سوليوشن زين اللمدا 2 تساوي لي 1، فلهذا اللوج سيجما 2 يساوي لي لوج الاكس 2. هاي بالايديال سوليوشن اللمدا 2 راح تساوي لي الاكتيفيتي كوفيشنت راح تساوي لي 1. فلهذا بالايديال سوليوشن احنا يعني ما عندنا هذا الفاكتور مالت السولفنت. بس بالريال سوليوشن بالنون ايديال سوليوشن هنا من نسوي ري ارينجمنت للايكويجنز تو بوث تو ايكويجنز راح نضيف الاكتيفيتي كوفيشنت اللي هو لوج اك لمدا 2. لوج اللمدا 2 هو هذا الاكتيفيتي كوفيشنت اللي راح نضيفه. فاذا بس بالامتحان انا جبت لكم يعني بالايديال سوليوشن تنتبهون الايكويجن مالتكم شنو وبالريال سوليوشن. الايديال سوليوشن ما مضافه لها زائدا لوج اللمدا 2. بالريال لا بالريال تنضاف لانه هذا الاكتيفيتي كوفيشنت عندي راح ينضاف. تمام. هسه ناخذ لنا اكزامبل. طبعا من الريال سوليوشن تقترب من اليونيتي فاحنا نرجع على الاكويجن مالتنا السابقه. هسه ناخذ تطبيق على شلون نحسب المول فراكشن من اني عندي ريال سوليوشن مو ايديال سوليوشن. هسه يريد السولوبلتي مال نفثالين زين ان ديفرنت سولفنت ات 40 ديجري سيليسيوس. طبعا احنا نحولها لكلفن سكيل. الميلتنج بوينت مالتي كانت 80 يعني 353 كلفن سكيل. الدلتا اتش مالتي 4500 كالوري بير مول. كالكوليت ذا لمدا 2 اند فايند ذا ريليشن شيب بتوين X2 and lambda 2. نعطيني ال X2 مات الكلوروبنزين هي 0.44 وللووتر 1.76. فأني مرة يعني دريد السولوبلتي مال النفثالين مرة أحسبها بالكلوروبنزين. زين يعني أني هو حاسبها بالكلوروبنزين جيد ومرة حاسبها بال ومرة تلوخ يريد أحسبها بالووتر. فيريد هسه أني أحسب الاكتيفيتي كوفيشنت. اريد احسب الاكتيفيتي كوفيشنت اللي هو هاي اللمدا 2. فاجي اطبق القانون مالتي مباشره واحسب لوج 2 راح تطلع لي بالووتر راح تطلع لي العفو بالكلوروبنزين 0.99
وتطلع لي بالووتر 25,000. يقول شنو الريليشن شيب بين الاكس وال هاي السيجما. يعني حتشوفون انه اني الاكس 2 السولوبيليتي مالت النفثاليوم بالكلوروبنزين كانت 0.44، زين طلعت لي هنايا 0.99 السيجما، وبالووتر كانت كلش اقل من هذا الشيء وطلعت لي عاليه. فاذا شنو الانفرس ريليشن شيب بتوين الاكس 2 اند الجاما 2. فهنا بالامتحان يعني أنا قد أجيب لكم الاكتيفيتي كوفيشنت، يعني أنا أريدكم أنا أعطيكم إياها يعني الاكتيفيتي كوفيشنت وأقول لكم حسبوا لي مرة بالبنزين مرة بالكلوروبنزين ومرة تلوخوا حسبوا لي إياها بالووتر الإكس 2. فيعني مجرد ري أرينجمنت، بس المهم بهيجي نوع من المسائل. يعني انا بعد ما اقول لكم التي انيشال وهذا شلون التطبيق مالتها لانه انتم بعد عرفتوه، بس اهم شيء اهم شيء يعني بالمسائل مالتكم ما تخربطون بال يعني اذا كان عندكم ايديال او ريال سوليوشن. من اني اقول لكم ان ايديال سوليوشن او كونسيدرد ذا سوليوشن تو بي ايديال، ما تضيفوا لي هاي الجاما 2 ما تضيفوا لي اياها. بس اذا كان عندي السولفنت مالتي كان هو ريال، لا هنا بهاي الحاله راح اضيفوا لي اياها. واضح؟ فهسه هي الايديال والريال نفس الشيء بس مضافه لهم هاي لوج اللمدا 2 اللي هي تمثل لي الاكتيفيتي كوفيشنت بسبب وجود الايونيك فورسز، بسبب وجود الايونيك فورسز اللي موجوده عندنا بالمحلول مالتي. ف دقيقه واحده زين. فبس مجرد انه ننتبه اذا كان عندي اني يعني المحلول مالتي ايديال او ريال حتى اضيف الاكتيفيتي كوفيشنت او ما اضيفه، او نفس المساله اجيب لكم considered the solution to be ideal ومرت لكم اقول لكم considered the solution to be real. واضح؟ فهذا هو فقط الاختلاف، ما بها اي شيء. هسه نجي على solubility of the strong electrolyte. احنا السولوبيليتي مالت السترونج الكترولايت الفاكتور مالت التمبريتشر كل شيء ياثر عليها. زين the effect of temperature on some salt in water are given in graph 10.6. فهنا هذا هو الجراف مالتنا. اريد نعرف شنو هو السولوبيليتي مالت السترونج الكترولايت، شنو تاثيرها بوجود التمبرتشر. هسه كل ساعه راح اشرح واقولوا لكم. The effect of temperature on the solubility of some salt in water such as KBr. زين KBr عندنا كل ما تزداد التمبرتشر كل ما تزداد السولوبيليتي. ليش؟ بس اسد التليجرام دقيقة واحدة. زين. في السولوبيليتي مالت الكي بي ار كل ما تزداد التمبرتشر كل ما تزداد السولوبيليتي. شوفوا هنايا كل ما زادت التمبرتشر كل ما زادت السولوبيليتي، باعوا هنا هذا الكي بي ار. زين لأنه هنا شنو التفاعل عندي؟ اندوثيرميك والسوليدز من تمتص الحرارة يعني حتزداد السوليبلتي مالتها. زين عندنا اكو تفاعلات اكسوثيرميك هي باعثه للحراره، هاي بالعكس اذا زيدنا الحراره راح تقل السوليبلتي مالتها، مثل السيريوم 3 سلفيت باعوا هذا الخط الاحمر مالته اللي موجود بالفيجر. زين فهذا زين هذا الخط الاحمر الموجود بالفيجر اللي هو السيريوم سلفيت كل مدى تزداد الحراره كل مدى تقل السوليوبيليتي. ليش؟ لانه هذا التفاعل اكسوثيرميك. زين
باعث للحراره، يعني التمبرتشر مالت السوليوشن من يعني تشوفون من تذوبون هاي الماده السيريوم سلفيت بسولفنت راح تشوفون الوعاء الداير مدايره صار حار. زين طبعا احنا موست اوف ذا سوليد هي تابعه للاندوثيرميك بروسيس، فاحنا ليش اقول لكم مثلا اني من اذوب الشكر بالمي ازيد الحراره تزداد، فلهذا لانه اني شنو عندي اكثر السوليدز هي اندوثيرميك سولوبيليتي تايب. عندنا مواد اخرى مثل الصوديوم سلفيت، شوفوا هذا الصوديوم سلفيت، الصوديوم سلفيت عنده الهايدريتد فورم. دقيقة واحدة طلاب، بس لحظة واحدة. تمام عيني طلاب، اكو مواد اخرى هسه يعني اني وقفت الصوت، مواد اخرى مثل الصوديوم سلفيت بالهايدريتد فورم Na2SO4 10H2O. هسه واضح الصوت مو عيني؟ واضح؟ واضح الصوت طلاب؟ نعم تمام زين. عندي الصوديوم صلفيت بالهيدريتد فورم اللي هو ال Na2SO4 10H2O. زين اذا زيدنا الحراره لحد درجه ال 32 ديجري، طبعا هذا المحلول مالتي او الديسوليوشن مالته هو اندوثيرميك بروسيس، كل ما نزيد الحراره تزداد السولوبيليتي. باعوه هنا الكيرف قدامكم، هذا الكيرف مالت ال Na2SO4 مؤشر عليه، شوفوا من زيدنا الحراره زادت السولوبيليتي مال Na2SO4 10H2O. بعدين وراها توصل الحراره الى حد معين حيفقد الووتر اوف هايدريشن، راح يتخلص من هاي ال 10H2O، راح يتحول للانهيدروس سولت اللي هو Na2SO4. هذا ال Na2SO4 هو اكسوثيرميك، عند اكسوثيرميك سوليبولتي، يعني السوليبولتي مالته راح تزيد بزياده الحراره. فهاي هي خلينا نقول حاله نادره من حالات الاذابه. فال Na2SO4 شوفوا من هو بالهايدريتد فورم هو اندوثيرميك، بعدين يوصل مرحله درجه ال 32 حيبدي يفقد ال 10H2O هاي مالته، لان هي طبعا تنفقد بالحراره هاي الهايدريتد فورم. وراها ايش راح يصير بي؟ من فقد هاي ال 10H2O راح يصير اكسوثيرميك، كل ما تزداد الحراره كل ما تقل السوليبولتي. فشوفوا هنا حتى تنتبهون هنا حتى بالامتحان، يعني اذا اجاكم في شيء مماثل، بس هو طبعا مو كل المواد اللي هي الانهيدروس فورم تزداد تقل السوليبولتي مالتها كل ما تزداد الحراره، بس خلينا نقول هذا صار قدامنا اكزامبل، حيتوضح لكم بالامتحان هذا الاكزامبل. بس الانهيدروس تخلون ببالكم، الانهيدروس والهايدريتد فورم ل Na2SO فورم السوليبولتي مالتهم مره اندوثيرميك مره اكسوثيرميك. فالماتيريالز مالتي يعني البوليمورفيك ستيت مالتها، البوليمورفيك ستيت مالتها نفسها تتاثر السولوبيليتي مالتها بالحراره، يا اما تقل يا اما تزيد يا اما ما تتاثر. عندنا الصوديوم كلورايد، باعوه هنا موجود ال NaCl الكيرف مالته، شوفوا الكيرف مالته مو كلش صاعد. هاي الملح don't absorb or evolve appreciable amount of heat if dissolved in water. الملح نجي نذوبه بالمي، احنا تشوفون الملح مثل الشكر، من احنا نذوبه بالمي الملح راح تخليه هو اول وتالي الا تسوي له شيكينج. هسه الطباخات يعرفون، يعني انا جيت وخليت ملح بالجدر مالتي زين، يعني حيذوب هيك راسا اذا ما تسوي له شيكينج بالملعقه ما راح يذوب. بينما الشوغر لا، انت شوغر خليه بداخل المي وعفيه على النار. صح احنا الشيكينج كلش مهم بالسوليبولتي، بس يساعد طبعا، بس الحراره هي الفاكتور اللي ياثر لي على السوليبولتي مالت الجلوكوز اكثر. فلهذا ال NaCl شوفوا الكيرف مالته صعوده طفيف بزياده الحراره. فلهذا اني هاي سترونج الكترولايت البيهيفير مالتها تجاه الحراره
حيختلف باختلاف either يكون endothermic أو exothermic process. Most of the solid strong electrolyte هي endothermic process، من تزداد درجة الحرارة تزداد solubility مالتها. يعني اغلب الفارماسيكال برودكت هي مثل البيهيفير مات الكي بي ار. شوفوا الكي بي ار بداخل الكير، الكي بي ار كل ما نزيد الحراره تزداد السوليبولتي. الان اي سي ال هو خلينا نقول نيوترال، لا يبعث ولا يمتص حراره. السيريوم هو اكسوثيرميك، كل ما تزداد الحراره تقل السولوبيليتي مالته. ال Na2SO4 الهايست فورم، هاي انا اذا جبت لكم Na2SO4 بالامتحان اريد اقول لكم البيهيفير مالته، انتم راسا تقولوا لي هو اكسوثيرميك، بس اذا جبت لكم 10H2O تقولوا لي اندوثيرميك. هنا كل شيء تركزون بالامتحان، انا مو شرط اجيب لكم الهايدروس فورم، اجيب لكم الانهايدروس. Anhydrous Na2SO4 اللي هو كل ما تزداد الحرارة تقل السوليبولتي مالته. فرجاء أن تركزون وتقرون فهم أكثر بالامتحان، لأن إحنا ورانا امتحان وزاري. زين هسه السوليبولتي أوف ويك إلكترولايت، إحنا سترونج إلكترولايت هي موجودة عندنا بالفارماسيكال برودكت، بس السترونج إلكترولايت يعني هي قليلة مو كلش هواية. زين يعني ف اكثر شيء راح تكون عندنا الويك الكترولايت، الدرجات اغلبها هي ويك الكترولايت، لانه سترونج الكترولايت يعني حتكون البيهيفير مالتها هي سترونج، يعني حتى بالستومك بالانتستين الرياكشن مالتها ويا البادي. مستحيل احنا حنصنع ادويه هي سترونج الكترولايت، مع ذلك اكو طبعا وذ ريستريكشنز نحولها الى فد سولت فورم بحيث احنا ما تاثر لنا على الهيومن. زين الويك الكترولايت ماني امبورتنت دراج بيلونج تو ذا كلاسز اوف ويك اسيد اند بيس. ويك اسيد رياكت وذ ذا ديلوت الكالي تو فورم ووتر سولبل سولت. هسه احنا شو يصير بيها الويك اسيد؟ تتفاعل ويا الديلوتد الكالي ويسوي لي ووتر سوليبل سولت. يعني فلهذا اني الادويه خلينا نقول اللي هي اسيدك بالستومك ما راح تذوب، تروح للانتستين يصير بيها ديسوسيشن ووراها تذوب. زين بالنسبه للويك بيزز لا، هاي تتفاعل ويا الديلوتد اسيد حتى تكون لي ووتر سوليبل سولت. فاذا فلهذا هي مهمه. طبعا اذا هي كانت حتى اذا كانت السولبولتي مالتها مو كلش زينه، احنا السولت فورم هي وحده من طرق الاذابه. فاحنا يعني تشوفون هوايه الانتيبايتيك وهوايه درجات هي بالسولت فورم موجود السولت مالتها. ليش؟ لانه السولت السولبولتي مالته اعلى من الفري اسيد او الفري بيس. بس شنو المشكله دائما عندنا بالسولت؟ precipitation may be occur of free acid او strong acid can be added to the solution. طبعا اني هنا طبعا داخل اذا اني عندي سولت فورم داخل بالستومك احتماليه البريسيبيتيشن تكون عاليه، الا اذا اني كان عندي فد سولت ما يتاثر ما يصير بي ديسوسيشن بداخل الستومك. For example, 1% of phenobarbital sodium is soluble in pH value بالalkaline range. The soluble ionic form is converted to the molecular phenobarbital if the pH is lowered. طيب من أني أقلل هسه أني إيش راح يصير بهذا الأيونيك فورم؟ راح يتحول للمولكيولار فينوباربيتال الان ايونايزد، يعني المولكيولار اللي هو الان ايونايزد فورم. إذا إذا البي اتش مالتي مالتي المحلول قلت below 9.3 the drug begin to precipitate from the solution. فشافوا هاي طبعا بالاكسبيرمنت، يعني ممكن اجيب لكم اياه كاكزامبل على الفينوباربيتال، بس انا ما ممكن اجيب لكم اياه ثابت لكل الدرجات. كل درج الا في بي اتش precipitation may be occur يعني اذا احنا ضفنا سترونج اسيد. فجوا 9.3 الفينوباربيتال اللي هو we are the decrease
pH to form water soluble salt. والprecipitation طبعا يحدث إذا يعني free base is added يعني at elevated pH. طبعا ال weak base يصير بها precipitation إذا أضفنا strong acidic compound إذا أضافت لل materials. الاكزامبل عليها هسه الاكزامبل مثل ما كان بالاسيليك سبستانس الفينوباربيتال صوديوم. هنا الكولويدال سولت سوتش از اتروبين سلفيت. الاتروبين سلفيت الاتروبين طبعا نستخدمه احنا كقطرات للعين، يمكن اخذتوه بالكورس الاول شرحت لكم اياه دكتوره اميره. الاتروبين سلفيت هي مدرياسز توسع الحدقه مالت العين. اخذتوها بالعقاقير، ما ادري راح تاخذوها بصف ثالث. الاتروبيا بلادونا يمكن اخذتوها هسه، الاتروبيا بلادونا ست الحسن اللي هم يستخدموها كانوا سابقا حتى توسع الحدقه مالت العين. اللي نبتت النبته هاي ممكن انه نطلع من عندها الاتروبين وبعدين نسويه بشكل سولت فورم. زين، هاي الاتروبين صلفيت يصير بيه بريسيبيتيشن اذا البي اتش زادت، لانه هو يعني سولت مال ويك بيس، فكل ما صعد البي اتش كل ما يصير بيه بريسيبيتيشن. زين هسه انا شلون احل هاي المشكله مالتي مالت السوليبلتي مالت الويك الكترولايت والسترونج الكترولايت حتى اسيطر على اني حتى اضمن انه الدراج ما يصير بيه بريسيبيتيشن، الحد ما يصير بيه ابزوربشن من الاستومك. انا ما اريد الدراج يوصل للاستومك وهناك صار بيه بريسيبيتيشن، هذا الشيء اني ما راح يخدمني. فايش راح اسوي اني؟ راح اسوي ادجستمنت للبي اتش. الادجستمنت مالت البي اتش حتكون باكويجن نسميها هندرسون هازل بالك اكويجن، اخذتوها انتم بالكورس الاول، اللي هي البي اتش تساوي بي كي اي زائد لوج الايونايزد على الان ايونايزد او الديسوسييتد على الان ديسوسييتد فورم. وطبعا اذا كان الديسوسييتد فورم الكونستريشن مالته مساوي للان ديسوسييتد فورم فالبي اتش راح تساوي لي البي كي اي. زين هسه اني هاي الهندرسون هازل بالك اكويجن، هاي الاكويجن الاوليه، انا ايش راح اشتق من هاي الاكويجن مالتي؟ راح اشتق من عندها البي اتش بي. البي اتش بي اللي هي البي اتش اللي احسب السوليبلتي مالتي مالتها، نسوي الادجستمنت مالتها حتى احصل الاوبتيمم سوليبلتي. فعندي راح تنشا معادلتين للويك اسيد وللويك بيس. فالبي اتش بي تساوي لي البي كي اي زائد لوج الاس ناقصا الاس انيشيال على الاس انيشيال. هاي للويك اسيد، والويك بيس بي كي بي يساوينا بي كي دبليو طبعا تنضاف زائد ناقصا البي كي بي زائد لوج الاس انيشيال على الاس تنتبهون ناقصا الاس انيشيال. اس ناقصا الاس انيشيال. شنو هي الاس انيشيال؟ هي المولر سوليبلتي مال اندسوسييتد اسيد اور بيس. هاي الاس انيشيال يعني الاندسوسييتد فري اسيد اور بيس، بينما الاس هي المولر كونستريشن مالت السولت فورم مالت الدراج. الاس هي المولر مالت السولت فورم، تنتبهون عليها كل الزين حتى لا تخربطون بيناتهن. المعادله الاولى للويك بيس والمعادله الثانيه للمعادله الاولى للويك اسيد والمعادله الثانيه للويك بيس. هسه نجي ناخذ تطبيق عليها. زين هسه هنا يقول بلو What pH will phenobarbital begin to precipitate؟ يعني احنا هاي الاوبتيمم pH نسميها اللي احنا نقدر نشتغل بيها الاوبتيمم pH. Below what pH will phenobarbital begin to separate from the solution؟ هسه احنا رايد يعني ال pH B. إذا كان ال initial concentration of 1 gram of sodium phenobarbital per 100 مل at 25 degree. زين يعني عندي الانيشال كونسنتريشن مالت الصوديوم فينو باربيتال، يعني هذا هو تركيز السولت فورم، يعني هذا تركيز الاس مو الاس انيشال. زين زين هسه ويقول المولر سولوبلتي مالت الفينو باربيتال اللي هي هاي الاس انيشال هي 0.005. البي كي اي
هي 7.4 20 ديجري 25 ديجري سلسيوس. زين هاني هنا من يقول بلوت بي اتش، يعني هنا انا رايت بي اتش، يعني انا اطبق المعادله مالتي. انا هنا فينوباربيتال هو ويك اسيد، استخدم المعادله الاولى الموجوده فوق باعلى الصفحه، فاس اللي هي طبعا انا احول بالجرام بير لتر، يعني هنا مو واحد غرام بير ميت مول، احولها للليتر راح تساوي لي 10 جرام على المولكلور ويت، اخذ المولر سوليبلتي مالتها اللي تساوي لي 0.039. هاي هي الاس، الاس انيشال 0.005 اللي هي هاي اللي يسموها المولر سولوبلتي مالت الفينوباربيتال، اللي هو الانديسوسييتد، الانديسوسييتد اسيد او بس اللي هي الفري، باعوا ذاك كان السولت لا تخربطون بيناتها، هذا الانديسوسييتد فورم. على الاندسوسييتد فورم راح نطلع البي اتش بي هي 8.24. هاي 8.24 احنا اي هاي اللي هي الماكسيمم بي اتش، اذا بعد قللنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا بريسيبيتيشن فروم ذا سوليوشن، وبناء على هاي المعطيات بناء على التراكيز اللي هاي موجوده. زين هسه هنا نجي على اكزامبل ثانيه، نعطينا هنا سلفافيازول اللي هو ويك اسيدك كومباوند، نعطي المولر سولبولتي مالته 0.002، هذا الفري، الفري زين عيني اللي هو الاس انيشال الفري، هذا التركيز مالته. البي كي اي 7.12 هاي نعطيها بالسؤال، المولكلر ويت مالت الصوديوم سلفافيازول 304، What's the lowest pH allowable for complete solubility in 5% solution of the salt. هسه هنا هنا هي نفس ذيك المسألة، بس هنا شوية هاي حتبدي نعطيكم percentage، فأنتوا شو تحولون هنا 5% عندكم 5% طلعوها المولر solubility قسموها على المولكيولار ويت وضربوها في 1000 على 100 يطلع لي الاس الكونسنتريشن اللي هو 0.164. زين هذا هو الاس اللي موجود هنا فوق عندي مساله اطبقه ناقصا الاس انيشال على الاس انيشال راح يطلع لي 9.03، يعني هاي هنا هاي بهاي البي اتش بهاي التراكيز احنا ممكن انه يعني ممكن أن تكون الصوديوم السلفافيازول هو سوليبل، بس اذا بعد اني قللتها عن هاي البي اتش لانه هذا ويك بيس، اذا قللتها عن هاي البي اتش ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها بريسيبيتيشن. بس انا من اصعد البي اتش لا بالعكس، انا من اصعدها البي اتش يعني انا رايحه باتجاه زياده السوليبلتي، لانه هنا انا عندي ويك اسيد، فمن اصعد البي اتش تزداد السوليبلتي. فهنا تخلون ببالكم يعني هاي هي الالاوبل، تحتها راح تكون نوت الاود. كويستشن 39 و40 اللي موجوده بالكتاب تحلوها، وطبعا عدا يعني هوم ورك لكم، وعداها طبعا اسئله نهايه الشابتر ان شاء الله اعطيكم اياها هاليومين هاي ممثلي المراحل يتواصلون وياي يعني. فلهذا اني هسه قدرت يعني يعني اشوفكم شلون اني احسب البي اتش الالاوبل فور ماكسيمم سوليبلتي. اذا بالنسبه للويك اسيد، اذا كان عندي ويك اسيد واني قللتها ايش راح تصير؟ يعني اذا كانت 9 اذا قللتها بعد بزايد لا راح يصير عندي بريسيبيتيشن، اذا زايدتها لا بالعكس راح يصير عندي جود سوليبل سولت فورم، واذا كانت بيس لا بالعكس اني طلعت لي مثلا 6.6 البي اتش، اذا اني اذا قللتها جيد، بس اذا صعدتها لا ورا 6.3 مثلا طلعت لي بالمساله، اذا انا صعدتها عن 6.3 ايش راح يصير بالسوليبلتي بالنسبه للويك بيز؟ راح يصير بيها ريدكشن للسوليبلتي، راح يصير عندي بريسيبيتيشن فروم ذا اوريجينال سوليوشن. زين هسه
زين عدد الطلاب ليش عجب قل؟ طلاب عيني هسه انتو وياي حتى اشوفكم وياي، واضحة واضحة المحاضرة، ما اصور بيها فتشي. نعم تمام شكرا. زين هسه خلي ارجع اسد، نرجع على الافكت of solvent on the solubility of the drug. هسه نجي على فاكتور مهم. هسه احنا شفنا البي اتش شلون تاثر لي على السوليبلتي مالت الدرج، لازم نسوي اوبتمايزيشن للبي اتش يلا نقدر نضبط السوليبلتي مالت الدرج. زين بس على كيفي ماشي. على كيفي بالشرح. تمام ماما تمام، يعني انا ما اعرف البقية انتو دا تشوفوني شنو سريعة ماما. سريعة عيني لو واضحة. يلا تمام ان شاء الله واضحة للكل. هسه اخذنا تأثير البي اتش على السولوبولتي مالت الدراج، وقلنا الفاكتورات فاكتور البي اتش شلون يأثر عليها. هسه نجي على فاكتور جدا مهم اللي هو شلون نضيف التأثير السولفنت على السولوبولتي مالت الدراج. زين ويك الكترولايت can behave like strong electrolyte or like non-electrolyte in the solution. الويك الكترولايت البيهيفير مالتها يا اما راح يكون يشبه strong electrolyte او يشبه non-electrolyte بالسوليوشن. When the solution is of such pH that the drug is completely in ionized form, it behave in the solution as a strong electrolyte. So there is no problem. يعني هو من البي اتش منظمت لي المحلول مالتي بحيث مسويته 100% ان ايونايز فورم، فايش راح يصير عندي؟ فالبيهيفير مالته راح يصير عندي يشتغل از سترونج الكترولايت، يعني الديسوسيشن مالته كامل، يعني ايونايز فورم، ما عندي مشكله ابدا بالسوليبلتي. زين إذا كانت الـ pH الـ adjustment مالتها راح تنتج لي هواية an ionized form insufficient concentration exceed the solubility، راح يصير عندي precipitation، فلهذا أنا راح تنتج عندي problems. زين زين هسه أني يجوز أني ضبطت الـ pH مالتي، بس أني راح تحكمني عوامل أخرى لهاي الـ pH، الا وهي مثلا الروتيشن. مثلا انا يجوز البي اتش ما اقدر اخليها بهذا الرينج، صح سويت لي اوبتمايزيشن لقطرات العين وزيدت لي السولوبلتي مالتها، بس بهاي البي اتش انا مثلا صار عندي الروتيشن. زين انا ايش راح اسوي هنا؟ قابل راح اوف هاي الفورمولا مالتي وما القي لها حل؟ لا، راح اضيف سولفنت اخر للميكسشر مالتي حتى يزيد لي السوليبلتي. هاي الطريقة نسميها الكوسولفنسي، يعني combination of one or more solvent two or more solvent to increase the solubility of the solute in the solution. Example على هذا الشيء phenobarbital solubility increase when added alcohol or glycerin to water. يعني هسه الصوديوم فينوباربيتال هو الفينوباربيتال انتي كونفولجنت دراج، مثلا انا بحتاج ان احضره، يعني يستخدمون جماعه الصرع. زين اني هذا الصوديوم فينوباربيتال يجوز اني احتاجه، يعني دا احضر فد سيرب مهم للاطفال، فاني والله شنو اني صار عندي بريسيبيتيشن وبهاي البي اتش اني ما اقدر اضبط السولوبلتي، يعني شو راح اعوف الفورمولا مالتي هاي؟ فأقول لكم suggest a solution for your formula، أجيب لكم إياها كسؤال بالامتحان. Predict a method to increase the solubility of phenobarbital syrup.
if you know that the pH of the solution is not the maximum pH for the solubility. فش تقولون؟ راح أضيف كحول or glycerin to this mixture حتى أزيد ال solubility مات الفينوباربيتال. شو راح يصير بهذا الإفكت مات ال pH وال solvent؟ The solvent affects the solubility of weak electrolyte in a buffered solution in two ways. شو راح يأثر لي solvent على ال solubility مات ال buffered solution؟ Addition alcohol to the buffered aqueous solution of weak electrolyte increase the solubility of unionized species by adjusting the polarity of the solvent to the more favorable value. شو راح يزيد؟ راح يزيد لي solubility مال unionized form. راح يزيد لي اياها. هاي الطريقة الأولى، إضافة الكحول هو كو solvent يزيد لي solubility مال unionized form. زين. Because it's less polar than water. لأنه الكحول البولاريتي مالته أقل من الووتر، تتذكرون أخذناها بالمحاضرة مال قبل أسبوعين. البولاريتي مالت الووتر هي أعلى شيء، الكحول ما يجي بعدها. الكحول ديكريز ديسوسيشن أوف ويك الكترولايت، تقلل الديسوسيشن مال ويك الكترولايت. And the solubility of the drugs go down to the dissociation constant goes down as the dissociation constant is decreased. So the pKa increased. فش راح يسوي لي؟ لأنه الكحول البولاريتي مالته أقل من الووتر، الكحول راح تقلل لي الديسوسيشن مالت الويك الكترولايت، فبالتالي راح تزيد لي solubility مالت الدراج. وين solubility مال الدراج راح تحدث؟ وين؟ راح تحدث بالكحول. فلهذا راح تزداد السوليبولتي مالتي مالت المحلول. فلهذا إضافة الكو سولفنت هي كلش مهمة للمحلول مالتي حتى أسوي اوبتمايزيشن للسوليبولتي. فإذا أنا ما سيطرت على البي اتش مالت المحلول مالتي، إذا كانت بيها مشاكل مثل ما قلت لكم جزء مشكلة الإريتيشن، مشكلة ثانية قد تصادفني اني بالبي اتش مالت المحلول مالتي، يعني مثلا اني رايدة انطي اي في فلويد، اي في فلويد لازم البي اتش مالته 7.4. زين انا اذا ما قدرت احصل على هاي 7.4 شو اضيف؟ اضيف كوسول ثاني. ممكن انه يسوي لي سولوبلايزنج للسولت اللي موجوده بداخل هذا المحلول مالتي الوريدي اللي راح انطيه اني. فهاي الكوسولفنسي هي كلش مهمه، لانه قلت لكم اني ما اقدر اني اذا قطرات العين تحكمني بي اتش معينه، الاي في فلويد تحكمني بي اتش معينه، يعني انا مو كل المحلول اقدر اسوي له ادجستمنت للبي اتش واقدر ازيد السولوبيلتي وانتهي. لا، انا ممكن انه اسوي له الى حد ما، اوصل البي اتش الى رقم معين، بس وراها همي انا بعد هالماده بها بريسيبيتيشن. فش اسوي هنا؟ البي اتش اضيف سولفنت ثاني يزيد لي السوليبولتي مالت الانايونايزد فورم، والبولاريتي مالت الليس بولر سولفنت راح يكون بيها السوليبولتي اكثر. زين، السيرفكتنت مثل ما اخذناها، السيرفكتنت هي الماتيريالز اللي تكون لها تو جروبز، ليبوفيليك وهيدروفيليك جروب. فهذول الويك اسيد والويك بيسك دراج، السيرفيس اكتيف ايجنت او يسموها طبعا هم يعني الديترجنت، ممكن انه كلش تزيد لي السولوبيلتي. لانه ايش راح تسوي لي؟ راح يزيد لي المسبيلتي بين الويك اسيدك او الويك بيسك دراج وذ سولفنت، وخصوصا احنا نحتاج الووتر سولوبيلتي اكثر شيء، لانه هو الووتر هو السولفنت اللي نستخدمه سيف سولفنت فور اورال يوز، فنستخدم سيرفكتنت. بس طبعا السيرفكتنت هم لازم السيفتي مالتها عاليه، احنا مو اي سيرفكتنت نختارها حتى تزيد السولوبيلتي وقبل، لازم سيرفكتنت سيف تو بي جيفن اورالي. وداخل الجي اي تي هوايه اكو سيرفكتنت موجوده من رب العالمين، موجوده هاي السيرفكتنت حتى تزيد لي السولوبيلتي مالت الماتيريالز اللي داخله بداخل الاستومك،
زيد لي اياها، بس اذا قلت لكم انا عندي محلول ما كفت السيرفكتنت، ما تكفي السيرفكتنت اللي موجوده بداخل الاستومك او بداخل الجي اي تي، فنحتاج نضيف سيرفكتنت خارجي ممكن انه يزيد لي السولوبيليتي بين السولت وبين السولفنت مالتي. عندي عامل اخر ممكن انه ازيد السولوبيليتي مالت الويك اسيدك والويك بيسك دراج. هسه احنا قلنا التمبرتشر ادجستمنت للبي اتش، الكو سولفنت، السيرفكتنت، الفاكتور الاخر الكومبلكسيشن. الكومبلكسيشن مثل البوتاسيوم ايودايد والايودين راح يزيد، راح يسوي لي كومبلكس فورم ويزيد لي السولوبيليتي. زين، بس خلوا بالكم انه الكومبلكسيشن هو good method to increase solubility، بس مو بكل الحالات، لانه عندي التتراسايكلين هذا الانتيبايوتيك دائما يكتبوه الاطباء غرغره مالت اسنان، كانوا قبل كلش هوايه يكتبوه، هسه حاليا لا، هاي الماوث واش الموجوده، بس هو انتي بكتيريال مفيد يعني. فالتتراسايكلين يسوي لي كومبلكسيشن ويا الكالسيوم. من يسوي لي كومبلكسيشن ويا هنا، هذا مو خوش كومبلكس، بالعكس هذا راح يقلل لي السولوبيليتي مال التتراسايكلين. وجود الكالسيوم ويا التتراسايكلين يقلل لي السولوبيليتي، فلهذا التتراسايكلين هسه تدرسون ان شاء الله بالصيدله السريريه، هو انتي بايوتيك مهم، يعني اتصور تايفويد فيفر وهوايه انفكشنز، يعني التتراسايكلين يدخل بيها. التتراسايكلين يسوي ما يصير نشربه ويا الحليب، لانه الحليب بيه كالسيوم، والكالسيوم راح يسوي لي كومبلكسيشن ويا تتراسايكلين، فبالتالي راح يسوي لي انسولوبل، راح يقلل لي السولوبيليتي. فلهذا المريض اللي يجيكم للصيدليه حتى تشوفون العلوم شلون متداخله، هي مو بس احنا ندرس شيء قبل، احنا عندنا بيسك ماخذين من الفيزيكال فارماسي. ليش؟ لانه هنا التتراسايكلين راح يكون لي كومبلكس ويا هذا الحليب، ونقول للمريض لا تاخذ التتراسايكلين، لا تشربه ويا الحليب، بينما اكو درجات اخرى، تذكرون الفيتامين دي هو فات سوليبل فيتامين، بالعكس احنا نشربه ويا الحليب لانه فاتي ماتيريالز يزيد لي الابزوربشن مالت الفيتامين دي. فتنتبهون كل شيء هوايه على الماتيريالز مالتكم، لانه بعدين راح تاثر لي هوايه على السولوبيليتي مالت الدراج. زين، السايز والشيب مالت البارتيكلز، طبعا البارتيكل سايز كل ما قلت كل ما تزداد السيرفيس اريا، فبالتالي تزداد السولوبيليتي. هسه انا عندي شكر يعني كريستالات كبيره، وعندي شكر مطحون، يا هو اللي يذوب اسرع، الشكر الخشن لو الشكر الناعم؟ طبعا اكيد الشكر الخشن راح يذوب عندي اسرع، العفو الشكر الناعم راح يذوب عندي اسرع. ليش؟ لان السيرفيس اريا مالته عاليه، لانه قللنا البارتيكل سايز مالته زادت السيرفيس اريا، من تزيد السيرفيس اريا تزداد السوليبيليتي. حتى الكونفجريشن مالت والارينجمنت مالت الموليكيولز بالكريستال فورم أهمنا تتأثر. asymmetric particle can be less soluble than unasymmetric form. هاي فور اكزامبلز، وطبعا احنا درسنا البوليمورفيزم شلون يأثر لي على السولوبيليتي مالت الدراج. الارينجمنت مالت الكريستال مثل ما تتذكرون المعكرونه، قلت لكم السباكيتي والمعكرونه الخشنه، يا هي اللي راح يصير بيها هاي النودلز اللي الاطفال يعني كل شيء يحبوها، وحتى موجوده بالاسواق هاي الجلاصات، شايفين ايش قد النودلز. السيرفيس اريا همينه مالتها قليله، والارينجمنت مالت الكريستال مالتها، البيهيفير مالتها، من نضيف مي راسا يصير بيها، بس انا اقدر اجيب هاي المعكرونه الخشنه اضيف لها مي واخليها جلاس وانتظر انه يصير بها سوفتنينج؟ لا. فطبعا اكيد الارنجمنت مالت الكريستال السيرفيس اريا كلها حتاثر لي على السوليبيليتي. سلايتلي سوليبل الكترولايت، زين، يعني هسه انا عندي سلايتلي سوليبل سولت، يعني كلش تاثر لي همين على السوليبيليتي، وهنا تدخل بالسوليبيليتي الاملاح الشحيحه الذوبان بالماء، اذا تتذكروها هنايا مثل الاي جي سي ال، يتفكك الى الاي جي زائد السي ال، الديسوسيشن مالته راح يصير الاي جي
multiply by CL على AGCL، وبالتالي بالأخير ال KSP مالتي مالت الأملاح الشحيحة الذوبان بالمي يعني ال important part مالتها راح يساوي ال AG multiply by ال CL، لأنه ال AGCL هو constant، فلهذا أني آخذ ال AGCL فقط ال KSP مالت ال AG وال CL. وهنا عندنا ال AlO3 بالسوليد فورم تتفكك إلى Al3 زائد 3OH، فال KSP مالتي راح أسوي Al multiply by OH المرفوعة للقوة 3. حتى اريد السيلفر كلورايد هنا بالووتر السولبولتي مالته 1.12 1.12 في 10 اس سالب 5، رايد نحسب الكي اس بي السيلفر وهذا اثنيناتهم نفس الكونسنتريشن، اضربه واطلع الكي اس بي مالت المحلول مالتي كله مالت الاي جي سي ال. زين، فهاي القاعدة بس حتى للتذكير، لأنه هنا أنا دا أدرس كل الفاكتورات اللي تأثر لي على السولوبولتي ومن ضمنها الأملاح الشحيحة الذوبان بالماء، لأنه أنا عندي أملاح الأملاح دائما هي السولوبولتي مالتها عالية، بس هنا راح تكون يعني كإكزامبل على الأملاح اللي هي هاف ويك سولوبولتي إن ووتر. زين، هسه اللي هنا يعني احنا خلصنا بارت السولوبولتي، هسه نجي على بارت ثاني هو من السولوبولتي اللي هو الديستريبيوشن بتوين تو اميسيبل سولفنت، حنشرحها اخذ انطيكم نبذه واكزامبل عليها تطبيقيه، اللي هي طبعا هي عايده للسولوبولتي بس هي كلش مهمه عندي لانه تفيدني بالاكستراكشن بروسيس. اكستراكشن اخذت اكستراكشن والبارتيشن كوفيشنت بالمختبر مات العضويه، اذا احد يجاوبني طلاب. تسمعوني ماما؟ تسمعوني طلاب؟ اكستراكشن ما اخذته، البارتيشن كوفيشنت اخذته لو ما اخذته، المختبر العضويه اكستراكشن بالعقاقير والمختبر العضويه اخذته البارتيشن كوفيشنت، تمام هذا هو. اوكي، هسه نجي نحكي ونشوف هذا البارتيشن همينه شلون له علاقه بالسوليبلتي. Distribution of the solute between immiscible solute solvents. هسه احنا خلينا نقول هذا بارت ثاني هو بسيط متعلق بالسوليبلتي، لان احنا هسه كانما احنا بارت السوليبلتي اخذنا كل الفاكتورات اللي تاثر عليها، واخر شيء السولت قلنا شلون الكو سولفنتي السولفنسي والسيرفكتنت والكومبلكسيشن ياثر عليها، كل هاي الفاكتورات والاوبتمايزيشن مالت البي اتش هذا هو اهم شيء. هسه نجي على الديستريبيوشن اوف ذا سوليوت بتوين اميسيبل سولفنت. اني دائما يعني المحاليل مالتي قد تكون هي كلها اكويس او قد تكون عندي ميكسشر بين الاكويس والنان اكويس سولفنت المحاليل مالتي الصيدلانيه. If excess substance or substances added to the mixture of two immiscible liquid it will distribute itself in two phases so each become saturated. If the substance added to the immiscible solvent in amount insufficient to saturate the solution it will be still distributed between two layers at definite concentration ratio. هسه اني عندي مثلا NaCl، اجيت هذا ال NaCl عندي زيت ومي، زيت ومي انا حطيتهم ببيكر، الزيت والمي هم شنو تو immiscible solvent، الزيت والمي هو two immiscible solvent. إذا أجيت أني
خليت ملح بهذول التو مسبل سولفنت، ايش راح يصير؟ راح المادة الملح مالتي راح يروح للأكويس لاير ويروح للنان أكويس لاير الهايدروفوبيك لاير اللي هي الأويل. بس وين التركيز مالته تتوقعوا أكثر؟ وين الذوبانية مالته أكثر؟ ها طلاب عيني، وين؟ بالمي، نعم بالأكويس لاير. فلهذا يعني اني من، لانه من راح اذوبه ما راح يصير اني والله راح 5 ملي جرام، هو ذوبت 10، هاي ال 10 جرام مثلا ذوبت 10 غرامات بهاي اللاير، مو الخمسه راحت لي فوق بالاكويس والخمسه الثانيه راحت بالووتر لاير، لا. ايش راح يصير؟ راح تروح جوز 9 بالاكويس لاير. فلهذا شافوا اكو فد قانون نسميه ديستريبيوشن لو، وبي فد كونستانت السولوبلتي مالت الماتيريالز مالتي بالسولفنت الاول على السولفنت الثاني. هاي الريشيو يسموها الديستريبيوشن ريشيو او الديستريبيوشن كوفيشنت او البارتيشن كوفيشنت. السولوبلتي مالت الماده مالتي بي قد تكون السي 1 هي الاكويس، او قد تكون السي 1 هي الاويلي، ها ما يهم، بس المهم تقولوا لي من اريد البارتيشن كوفيشنت، تحددوا لي من هي الاكويس لاير وتحددوا لي مين هي السولوبلتي مالته بالاكويس وبالاويل لاير. هذا اهم شيء بالديستريبيوشن كوفيشنت. هنا مو مهمه ومو ثابته السي 1 مو هي الاكويس 100% او السي 2 مو هي الاويل 100%، بس المهم تثبتوها. تكتبون هنا مثل هاي المساله هسه راح اعطيكم اياها، شوفوها البارتيشن كوفيشنت هنا، هذا شوفوا لي اكزامبل 9.5 البوريك اسيد ديستريبيوت بتوين ووتر اند امل الكحول، هذول هم طبقتين راح يصير بيهم البوريك اسيد ديستريبيوشن درجه 25 ديجري سيلسيوس. الكونسنتريشن بالووتر هي 0.051 مول بير لتر، وبالامل الكحول هي 0.0155. زين يقول what is the distribution coefficient، فهنا شوفوا بالمسألة تحددوا لي ال concentration بال H2O على ال concentration بالكحول، تحددوا لي اياها، هاي اهم شيء من تحسبوا لي ال partition coefficient. فايش راح تصير؟ السولوبلتي بال H2O 0.051 على 0.0155، يعني ال partition coefficient يعني السولوبلتي مالته بالووتر تشوفوها هي اعلى من السولوبلتي مالته بالكحول. او تقدرون تحسبوا لي البارتيشن كوفيشنت السولوبلتي مالته بالكحول على السولوبلتي مالته بالووتر، فراح تطلع لي 0.3. من طلعت 0.3 يعني معناها السولوبلتي مالتي بالووتر هي اعلى من السولوبلتي مالتي بالكحول، من الريشيو هي اكثر من واحد، من الريشيو مالتي هي اكثر من واحد، اني يعني معناها السولوبلتي مالتي باللاير الفوقانيه هي اعلى، ومن اقل من واحد يعني بال ال بال بال بالمقام هي اعلى، اللي بالمقام هي اعلى. البارتيشن لو ستيز ذات ات ا جيفن تمبرتشر the ratio of the concentration of the solute in two immiscible solvent اللي هو solvent 1 and solvent 2 is constant when the equilibrium has reached. ال concentration مالتي بكل layer طبعا two immiscible solvent is constant، طبعا من يصير عندي equilibrium لانه اني انتظرهم لحد ما يصير بيناتهم uniform distribution، فبالتالي احسب بعدين البارتيشن كوفيشنت، انتظر يستقرون ويصير بعدهم ايكوليبريم فاحسب السولبولتي. هاي وين اني التطبيقات مالتها تفيدني البارتيشن كوفيشنت؟ ليش اني دا ادرس البارتيشن كوفيشنت؟
drug partitioning between the aqueous phase and lipid biophase. يعني الدراج من يصير بي بارتيشنينج بين الاكويس، وطبعا البارتيشنينج هذا وين يصير؟ يصير بالتوبيكال بريباريشن. بالتوبيكال بريباريشن راح يصير عندي بارتيشنينج، من يعبر الدراج للسكن اني لازم احسب له البارتيشن كوفيشنت، لازم عندي فد ريشيو معينه حتى اضمن البنتريشن اوف ذا دراج ثرو ذا سكن. بريزرفيشن اوف اويل ووتر سيستم، طبعا من اني عندي محلول هو متكون من اويل ووتر، كميه البريزرفاتيف اللي اضيفها لازم كلش يعني احسبها مضبوط حتى الماده ماتي ليصير بيها فرمنتيشن. الابزوربشن اند ديستريبيوشن اوف ذا دراج ثرو ذا بودي، الدراج مالتي من يعبر خلال السكين خلال الاستومك، اني الدراج مالتي اذا بقى 100% هو سولبل بالاكويس لاير وما فات الاستومك وصار بي ابزوربشن، اذا انا شو الفائده مالتي يبقى بالاستومك؟ وبعد هذا هو همينه اني ما راح يفيدني 100% ذائب بالاستومك، لازم يصير سوليبل فورم بس ان سبيسيفيك ريشيو بحيث يصير بي ابزوربشن. وبعدين وراها ورا ما يصير ابزوربشن راح بالبلاست ستريم لازم يصير بي ديستريبيوشن ثرو ذا بودي، لازم ينتشر خلال البودي وبعدين وراها يروح للريسبتر ويعطيني انتر اكشن. Antibiotic partitioning to the microorganism، الانتيبايتيك حتى تدخل للسطح مالت الميكروorganism، سطح مالت الميكروorganism همين لازم يصير عندها specific partition coefficient حتى يصير بها penetration للخلية أو للبكتيريا، لازم يصير بها partitioning. زين، فلهذا أنا أدرس ال partition coefficient لأنه جدا مهم. Solvent extraction من أريد أسوي extraction للسولفنت مالتي، وبالكروماتوغرافي اللي هي طريقه لفصل السوائل وطريقه لحساب الكونسنتريشن مالت الماتيريالز مالتي والتفاصيل مالتها يمكن اخذتوها بالعقاقير. طبعا لازم التمبرتشر اني اثبتها and when the solute exists in the same form in both solvent the species are common to both phases. لازم طبعا مو اني الماده 100% ذائبه عندي فقط بالاويلي لاير وبالاكويس ما ذائبه، فما يصير هنا اطبق البارتيشن كوفي، يعني يصير السولوبلتي مالتي هنا 5 وبالمقام 0 ما يصير، لو بالعكس يعني 0 على something لا، لازم اكو سبيسيفيك concentration in each layer حتى يصير المادة partitioning، ما يصير المادة ذائبة 100% عندي بهذا المحلول وبالمحلول الثاني هي مذائبة. مثلا أنا عندي مثلا فيتامين دي أنا أريد أسوي محلول oily و watery، أجي أذوب فيتامين دي وراح كله يروح بالoily layer وما إلى concentration بالأكويس لاير، هذا غير مقبول وما يصير يتطبق البارتيشن كوفيشنت هنا. فأني لازم عندي الماتيريالز مالتي لها specific solubility بالأكويس لاير وبالأويلي لاير حتى أقدر أنه أطبق البارتيشن كوفيشنت. فالبارتيشن كوفيشنت جدا مهم والابلكيشن مالته راح تظلون تعيدوها بالنسبه بالكيمياء الصيدلانيه. ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب هنا للاكتيفيتي مالت الدراج ما راح تكون ورا، راح يروح للريسبتر اذا ما كان عنده فت بارتيشن كوفيشنت معينه، تمام، او ما راح يقدر هو حصلناه وكلش خوش دراج بس ما راح يصير له بنتريشن عن للمايكرو اورجانيزم، ما راح يصير له بنتريشن، فبالتالي هنا انا شنو فائده هذا الانتيبايتيك مالتي. زين، او الدراج يبقى بالستومك وما يعبر، ما يصير له بنتريشن خلال الممبرين مالت الستومك، ما يصير له ابزوربشن، شنو فائده الدراج مالتي؟ فلهذا اني بارتيشن كوفيشن جدا مهم لانه لازم عندي سبيسيفيك ريشيو ذائبه بالسولفنت وذائبه بالاكويس لاير حتى احصل على جود بارتيشننج. زين، هسه اني اريد احسب البارتيشننج اوف ذا ماتيريالز
between two layers. شلون احسبها؟ طبعا انا عندي قوانين حتى احسب البارتيشنينج between two layers. زين، اذا انا عندي البنزويك اسيد هو بريزرفاتيف نستخدمه بالمستحضرات الصيدلانيه، فالبنزويك اسيد بالتركيز مالته بالاويلي فيس، هاي اللي نرمز لها بالاو بالاكويجن الاولى، راح يصير لها ديستريبيوشن ويا ديستريبيوشن بالاويلي لاير. بس البنزويك اسيد يعني الديستريبيوشن مالتها بالاكويس لاير ات اكويليبريوم ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها ايونايزيشن. البنزويك اسيد هو راح يبقى كما هو بالانديسوسييتد فورم اذا كان هو بالاويلي لاير، بس بالاكويس لاير ايش راح يسوي؟ الووتر هو بولر سولفنت، ايش راح يسوي لي؟ البنزويك اسيد راح يعني يسوي له ديسوسييشن، فلهذا الكونسنتريشن مات البنزويك اسيد بالاكويس لاير هنا راح يبدي يختلف. فالترو ديستريبيوشن مات الماتيريالز مالتي راح تكون ال HA بالاويل لاير على الاكويس لاير. زين، بس اني بالحقيقه اكسبيرمنتالي اني شلون احسب الكي مالتي مالت البنزويك اسيد؟ راح احسبها ال HA زائد ال HA بالديسوسييتد فورم بالاويلي فورم وبالديسوسييتد فورم على ال HA تركيز مالتها بالووتر زائد ال A اللي هي الايونايزد فورم، ال A اللي هي الايونايزد فورم. زين، فهنا لانه البنزويك اسيد بالاويلي لاير ما راح يصير بيه البنزويك اسيد ما راح يصير بيه ديسوسيشن، ما راح يصير بيه ديسوسيشن، فيبقى كما هو بالاويل لاير. بس بالاكويس لاير هي هاي فقط الاختلاف الوحيد، البنزويك اسيد بالووتر لاير راح يصير بيه ديسوسيشن. ليش؟ لانه الووتر هو بولر سولفنت، ايش راح يسوي لي بنزويك اسيد اللي هو الويك اسيد؟ راح يسوي بيه ديسوسيشن، راح يسوي بيه ديسوسيشن. لحظة واحدة عين طلاب. زين، في ال بدي احكي بلا مايك، هسه الصوت واضح، بدي احكي بلا مايك شنت. زين شان اوكي، واضح عند الطلاب صوت؟ اوكي يلا، شكرا شكرا. نعم زين، فالبنزويك اسيد مثل ما قلت لكم هو البنزويك اسيد احنا يعني هو كبريزرفاتيف، واذا استخدمناه محلول متكون من اويلي فيس ووتري فيس ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه ديستريبيوشن، distribution بالoily face راح يصير distribution، وطبعا قد يكون بس مونومر او قد يكون دايمر اثنين بنزويك اسيد بداخل هذا المحلول. وبالاكويس لاير لا، هنا ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه dissociation لانه الووتر هو strong polar solvent، راح يقطع لي هاي ال H ويا ال A ويسوي لي اياها ويسوي لي بيها dissociation. فاني حتى احسب الديستريبيوشن مالتي مالت الماتيريالز مالتي الكي مالت الديستريبيوشن مالت الماتيريالز مالتي بالاول سبيشيز اللي هي الاويلي والووتري، احسبها بالووتري فيس وبالاويلي فيس. فهناي الكي برايم تساوي لي الاتش اي اللي هي از مونومر كونستريشن مالت البنزويك اسيد واز دايمر ورا ما يصير بي اكوليبريوم. فالكونستريشن اوف مونومر او دايمر depend on the type of the oil
For example, benzoic acid present in the monomer in the peanut oil. طبعا يعتمد على السولفنت اللي دا استخدمه او الاويل اللي دا استخدمه بالاويل فيس. بالاكويا سبيس الكونسنتريشن اوف ايونايز اند ايونايز فورم يعتمد على البي كي اي والبي اتش مالت السولفنت مالتي، اكيد يعني راح تتوضح عندكم واعطيكم اياها بالمساله. فهذا هو شوفوا البنزويك اسيد باعوا شلون موجود بداخل المحلول الاويلي، باعوا بالاويلي البنزويك اسيد، راح تجي بنزويك اسيد ثانيه وياه تسوي لي هيدروجين بوند زين وترتبط از دايمر او قد يتكون يتواجد بالمونومر. بينما بالاكويس لاير شو راح يسوي للمي؟ راح يسوي له ديسوسيشن هاي بالووتر لاير. زين فهسه احنا شويه وانطيكم التطبيق مالت هذا الاكزامبل والبنزويك اسيد. وعندنا طريقه الاكستراكشن. الاكستراكشن ليكويد ليكويد اكستراكشن از يوز فور ميثود تو سيبريت كومبوننت اوف ذا ميكستشر. عندي ميكستشر مات كومبوننت انا اريد افصله. زين افصله طبعا شلون راح يصير الفصل مالت الكومبوننت بالليكويد ليكويد اكستراكشن؟ يعتمد على السولوبلتي مالت الماتيريالز مالتي بالسولفنت اللي راح اسوي له اكستراكشن. ليكويد ليكويد اكستراكشن از يوز اون ذا ترانسفير اوف ذا سوليوت سبستانس فروم وان ليكويد لاير انتو انذر ليكويد فيس لاير. يعني هسه ناخذ اكزامبل عليها. The success of the method depend on the different solubility of the compound at the various solvent. For a given compound, solubility difference between two solvents is quantified as distribution coefficient. For example, suppose that we have a mixture of solvent in vegetable oil, طبعاً التيست مالتها sweet, and we want to separate the sugar from the oil. فش راح نسوي لها للشوجر حتى نفصلها من الأويل؟ To separate sugar from the oil, we add water to the mixture and by shaking, so sugar is more soluble in water than in vegetable oil and water immiscible. زين هسه الووتر هو طبعا immiscible ويا الاويل. اني اريد عندي شكر ذايب فد اويل الكوكونات اويل مذوبته اني. زين اني هسه الشكر دا اريد افصله اسوي له اكستراكشن من هذا المحلول مالتي من الكوكونات اويل. ايش اجي؟ راح اضيف ماده الشكر ذايب بيها اكثر من مذايب بهذا الاويل. ايش راح اضيف؟ راح اضيف ووتر. راح اضيف الووتر واسوي له شيكنج لهذا المحلول. السولوبلتي مالت الشكر بداخل الووتر اعلى من السولوبلتي بداخل الاويل، فبالتالي هاي الطريقه هي طريقه الاكستراكشن. هذا هو ابسط مثال. فطريقه الاكستراكشن هو اضافه سولفنت ثاني، الماتيريالز مالتي ذائبه اكثر من السولفنت الرئيسي، فهاي الطريقه هي اللي نسموها الاكستراكشن ميثود. By shaking sugar to move the phase which is more soluble اللي هي الووتر فيس. At the end water phase test sweet لأنه الشجر راح للووتر فيس. الهاي الاكستراكشن ميثود هي هم تعتمد على البارتيشن كوفيشنت اكستراكشن اوف ايودين فروم ووتر باي ادينج هيكزين. حتى استخلص الايودين من الووتر اضيف هيكزين لانه الهيكزين الايودين مالته سولوبلتي مالته اعلى من السولوبلتي بالووتر. فاضيفهم هاي بالمختبر مالت العضويه ومختبر العقاقير راح تستخدمون هاي الاكستراكشن ميثود. زين هسه اني حتى احسب السولوبلتي مالتي مالت الماتيريالز مالتي حتى اعرف اني حصلت على efficient extraction process، فعندي distribution coefficient ساوي لي W1 على V1 W ناقصا W1 على V2. rearrangement of this equation هاي الاكويجن الثانيه اللي بيها حرف ال N هاي number of extraction لانه اني شو اسوي؟ اني اضيف مي لهذا المحلول مال اللي بيه كوكونات اويل او مثلا بي يعني another solvent مثلا بداخل شنو عندي
بينات اويل، اي محلول. انا اذا اريد اجي افصل الشكر من هذا المحلول، انا فصلت اول مره سويت له شيكينج وحسبت اخذت الشوجر من هذا الووتر، ايش راح اسوي؟ مرتلوخ اسوي له اكستراكشن ثاني، لانه اكيد هو محصله اني على كل الشوجر اللي ذا بالبينات اويل، اسوي له اكستراكشن ثاني فحصل همبينه على شوجر بعد واكستراكشن ثالث. كل ما ازيد عمليه الاكستراكشن كل ما احصل على السوليوت مالتي بطريقه اكثر. فهاي اللي موجوده بالقانون الثاني هي النمبر اوف اكستراكشن اكستراكشن ريبيتنج، ايش قد انا عدتها هاي المره الاكستراكشن. زين، فالويت ان جرام اوف ذا سوليوت اكستراكتد سيبريتلي، الفوليوم هو الفوليوم ان مل اوف ذا اوريجينال سولفنت الرئيسي مالتي، السكند سولفنت الفي 2 اللي هو الاكستراكتنج سولفنت مثل هنا عندنا الووتر، ال W1 هو الويت اوف ذا سوليوت ريمينينج ان ذا اوريجينال سولفنت افتر اكستراكشن. زين يعني ال W هو الويت اوف ذا سوليوت that extracted repeatedly. ال W1 هو ال remaining solute بال original solvent after extraction. وال N هي number of repeating. حتى يصير واضح عندكم راح نجي نطبقها هنا بهذا ال example. زين هنا example distribution coefficient for iodine between water and carbon tetrachloride. عندي iodine وعندي carbon tetrachloride اللي هي solvent ثاني اللي هو water insoluble solvent hydrophobic solvent بدرجة 25 الـ K مال H2O على الـ K مال CCl4 هي 0.012. How many gram of iodine are extracted from the solution of water containing 1 gram in 50 ml by 1 extraction with 10 ml of CCl4. هاي رايدها اول شيء 1 extraction ب 10 ml من CCl4. ومرت اللوخ شوفوا المطلب الثاني how many gram are extracted by 2.5 ml portion of CCl4. هنا رايده اني اسوي اكستراكشن ب 5 مل من السي سي ال 4 بس 2.5 مل بورشن، يعني الاكستراكشن ميثود اني عايدتها هنا مرتين. فال W1 0.1 على 0.012 في 50 اطبق المعادله الاولى راح يطلع لي 0.09 4.3 جرام اكستراكتد برودكت. الوزن الثاني هنا تو اكستراكتد بس شوفوا الفوليوم مالتي لانه الفوليوم مالتي قليل فهنا ايش قد طلع لي؟ بوينت او او راح يطلع لي بوينت او او 1 زين بوينت او 9 ها الريمينينج هنايا هنا بوينت او او 5 جرام من الايودين وهنا 0.001 جرام اوف ايودين ريمينينج ان ذا ووتر فيس. زين وبالسي سي ال 4 الاكستراكتد هو 0.099 جرام. هناك بالتو بورشنز صارت عندي الكميه مالتي مال اكستراكشن اكثر لانه على الرغم انه انا الفوليوم العفو مالتي قل الاكستراكشن كميه الاكستراكشن مالتي حتكون اعلى لانه تو اكستراكشن بروسيس. فزياده النمبر واذا سويت بعد اكستراكشن ورفعتها للقوه بعد ثلاثه فالنمبر اوف اكستراكشن ميثود كل ما اني ازيدها كل ما احصل على اكستراكتد برودكت اكثر. زين هاي هو الاكزامبل على عمليه الاكستراكشن اللي هي البارتيشن كوفيشنت هو بارت من عندها. زين نرجع على البنزويك اسيد. البنزويك اسيد مثل ما قلنا هو يستخدم كبريزرفاتيف بالاويل ووتر سيستم. سوليوشن اوف فود دراج اند كوزموتكس كان ديتريوريتد باي مايكرو اورجانيزم
sterilization and addition of chemical preservative are common method used in the pharmacy to preserve the drug. The preservation حيكون فقط وين حيكون اللي احنا نسوي sterilization للمحلول الماتي، بس sterilization وحده مو كافي، لازم اضيف chemical compound حتى تسوي لي preservative حتى تمنع نمو المايكرو اورجانيزمز. فالبنزويك اسيد in its soluble salt form, sodium benzoate is often used for this purpose. Sodium benzoate هو دائما يستخدموه يعني هو salt format الصوديوم البنزويك اسيد sodium benzoate يستخدموه لغرض preservative. هو chemical materials that can be added to the mixture of oil water system for preservation للفود طبعا وللدراج. زين هسه البنزويك اسيد and similar acid is due to the most entirely to the undissociated undissociated part هو البريزرفاتيف اكشن راح يرجع له dissociated part يعني الاكشن مالته راح يكون ضعيف not the ionic form الايونيك فورم مالته راح يكون ضعيف وما يقدر يسوي لي penetration للجدار مالت البكتيريا بصوره صحيحه. The undissociated molecules consist of large nonpolar portion that is soluble in lipoidal membrane of the microorganism and penetrate rapidly. فهذا هو التوضيح للpartitioning وشلون نستفاد من عنده. البنزويك اسيد هو الاندسوسييتد بارت مالته هو اللي راح يدخل للليبيد ممبرين مالت البكتيريا ويسوي لها degradation. في الاندسوسييتد بارت بينما الديسوسييتد بارت يعني ما راح يقدر يسوي penetration. Bacteria in oil water system are generally located in the aqueous space. البكتيريا طبعا موجودة دائما بالaqueous space يعني دائما الاويل يصير بيه rancidity بس الaqueous space دائما تصير بها يعني عمليات الفرمنتيشن المي هو يشجع على الفرمنتيشن process او تصير بالسطح مالت الليكويد ووتر انترفيس حتى تشوفون مرات من نسوي طرشي ونخلي عليه زيت زيتون على هاي الطبقه راح يطوف زيت الزيتون فهاي الاويل ووتر انترفيس تشوفون اكو مايكرو اورجانيزم قد تكون ناميه. Therefore, the efficacy of the weak acid, such as benzoic acid, as a preservative for the system, is largely as the result of the concentration of the undissociated acid in the aqueous form. فلهذا الفا يعني البنزويك اسيد بالانديسوسييتد فورم هو الاساسي اللي راح اني استفاد من عنده كبريزرفيشن لانه هو هذا اللي راح يسوي لي بريزرفيشن هو هذا اللي راح يسوي لي بريزرفيشن هو هذا اللي راح يعبر للسيل ميمبرين. فلهذا ضروري انه اني احسب الديستريبيوشن مالت البنزويك اسيد بتوين ذيس تو فيسز. زين فحتى أحسب the total concentration of the acid that must be added to the two aqueous phase system to obtain the specific concentration. حتى أنا هسه أريد أعرف أنا عندي جيت أنا صنعت أنا صيدلانية جيت صنعت محلول صيدلاني مثلا حضرت فد سيرب أو إلكزير هذا بي ووتر وبي ايش اسمه الووتر الاويلاني عندي اللي بي فد غايه والووتر اللي بي فد غايه فلازم استخدمه داخل هذا السولفنت اريد اعرف ايش قد اضيف بنزويك اسيد حتى يعني احصل على الريشيو اللي يكون بيها الانديسوسييتد فورم هو اكتف فعندي هاي الايكويجن مالتي اللي فوق قدامكم سي تساوي لي الكي اي زائد 1 زائد كي اي على اتش 3 او ملتبلاي باي اتش اي البنزويك اسيد كونستريشن بالووتر فيس ف اسوي ري ارينجمنت لهاي الايكويجن مالتي حتى اعرف التركيز الاتش اي بالووتر فيس ايش قد بالانديسوسييتد ان ذا اكويوس فيس ايش قد التركيز مالتها الديستريبيوشن كوفيشنت انطيكم اياه اني بالمساله الفوليوم ريشيو اوف ذا تو فيسز نيدد وين ذي ار نوت ايكوال مثلا اذا اني كانت عندي 50 مل و40 مل مو 50 ب 50 مل
لازم احسب ال Q مالتي زين ال Ka the dissociation constant in the aqueous phase. فاني حتنتج عندي هاي الايكويجن مالتي حتى احسب بيها ال undissociated phase of benzoic acid. اخذ example على كل هذا الحكي حتى ألخصه. If the benzoic acid is distributed in equal volume of peanut oil and water, زين فلازم نعرف إيش قد we must be what must be the original concentration in water phase. أنا أريد أحسب ال concentration مالت البنزويك أسيد مالتي بالأكويس فيس. أجي أطبق الإكويجن. نعطيتكم كل التراكيز اللي مطلوبة بالأكويس فيس ووتر فيس زين والبارتيشن كوفيشنت نعطيتكم إياه أنا بالمسألة. الديسوسيشن كونستانت نعطيتكم إياها زين والكوانتيتي مات الماتيريالز مالتي هناية في مات الأويل ومات الووتر هي متساوية. أجي أطبق الإكويجن مباشرة راح يطلع لي الكونسنتريشن مال أوريجينال كونسنتريشن أوف بنزويك أسيد إن ووتر إيش قد التركيز مالتها. هذا هو الإكزامبل وهمينا راح أعطيكم إكزامبلز أخرى من الأسئلة مالت نهاية الشابتر حتى تطبقون هاي الإكويجن. اللي هنايا خلصت المحاضرات مالت الـ solubility.